اكتب ورايا يلا. مصر بلد الحضارة ويتحلى شعبها بالوفاء. كريم، كريم انت معانا؟ ركز معانا يا كريم، وريني كده انت كتبت ايه. مصر بلد، ده بس اللي انت كتبته؟ كريم انت سمعني؟ ايوه يا ابلة. انت سرحت تاني ولا ايه؟ حضرتك قلتيلي ان ابنك بيسرح بشكل متكرر في المدرسة وفي البيت، ممكن توضحيلي اكتر؟ السرحان بدأ فجأة من 6 شهور، كنت بذاكر له وبغنيه، ألاقيه بيسرح وبيفوت كذا كلمة، كنت فاكرة بيتدلع يعني عشان ما يذاكرش. هو شاطر وذكي بس لعب شوية، لحد ما الشكوى نفسها جاتلي من المدرسة بتاعته، ولقيته بيسرح كمان وقت الأكل ووقت اللعب. هو عنده امتحانات مثلا أو نومه متلخبط؟ دلوقتي ما عندوش، بس لما بيبقى عنده امتحانات وسهر الموضوع ده بيحصل له كتير. طيب كان بيشتكي من أي حاجة تانية قبل حالة التوهان دي؟ لا، ما اشتكاش من أي حاجة قبل كده. والوقت اللي بيكون سرحان فيه جربتي تناديه كده ورد عليكي؟ أو أبقى بناديه وبهزه وبطبطب على ظهره عشان يرد عليا، بس مفيش أي استجابة. وصفيلي كده بيعمل إيه في حالة التوهان دي؟ يعني بيعمل حركات معينة بجسمه أو وشه؟ لا يا دكتور، ثابت في مكانه مفيش حركة، بس عينه بترمش كتير. بيقعد قد إيه كده بقى تقريبا؟ مش عارفة بصراحة يا دكتور، بس غالبا ما بتكملش أكتر من دقيقة. بعد الحالة دي ما بتخلص بتلاحظي حاجة متغيرة فيه؟ يعني مش عارف هو فين أو ناسي انتوا مين مثلا؟ لا خالص، ده لما بيفوق ولا كأن حاجة حصل، بيبقاش عارف إن ده حصل له أصلا. طيب هو حصل له تشنجات أو إغماء قبل كده، سواء هو أو حد من عيلته؟ لا مفيش. تمام، اسمحيلي كده أفحصه. انفخ كده يا كريم في المروحة اللي معاك. أيوه ده اللي بيحصل بالظبط يا دكتور. أنا عايزك ما تقلقيش خالص، ابن حضرتك عنده نوع من اضطرابات كهربية المخ. ما تقلقوش، دي حالة مؤقتة، كريم هيرجع لوعيه على طول. ازيكم، أنا نور، هوضح لكم إيه اللي بيحصل لكريم. كريم عنده مرض اضطراب كهربية المخ، واللي معروف باسم الصرع، مع العلم إن لفظ الصرع ما عادش بيستخدم. منظمة الصحة العالمية بتعرفه بإنه مرض مش معدي، بيصيب الدماغ وبيأثر على حوالي 50 مليون شخص حوالين العالم. اضطراب كهربية المخ دي حالة طبية بتحصل بسبب إن الخلايا العصبية في المخ بتبعت إشارات بطريقة مش طبيعية، واللي بتظهر في شكل نوبات وبتكون فترتها قصيرة بس متكررة. الرابطة الدولية لمكافحة الصرع صنفت نوبات الصرع حسب 3 حاجات: مكان بدايتها في الدماغ، درجة وعي المريض وقت النوبة، وكمان وجود أو عدم وجود حركة للعضلات. وبكده عندنا نوعين أساسيين من النوبات على حسب مكان بدايتها في الدماغ. النوع الأول بيجي في صورة تشنجات للجسم كله، وده بسبب إن الاضطراب الكهربي بيشمل كل خلايا الدماغ، وبالتالي بنسميها النوبات المعممة، ومش كلها بتيجي في شكل تشنجات حركية، بل ممكن كمان تكون في صورة توهان وسرحان مؤقت، وده اللي حصل مع حالة كريم. أما النوع التاني فده بيجي في صورة تشنجات لجزء أو جهة واحدة من الجسم، ودي سببها إن الاضطراب الكهربي بيحصل في خلايا معينة في جانب واحد من الدماغ، والنوع ده من النوبات بنسميه النوبات البؤرية. يا ترى اضطراب كهربية المخ ممكن يأثر على حياة كريم، ولا هيقدر رغم وجوده يكمل حياته زيه زي بقية زمايله؟ وده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية، استنونا.